آه يا رجلي يا عيال، رجلي يا عيال راحت فيها، مغطونا بدل الملعب تمغيط. أعوذ بالله، ما عندك ثلج؟ ما عندك شيء نحطه عليه؟ آه بسألكم يا عيال، حنا تو لعبنا كورة صح؟ إلا وفي كورة في الملعب؟ شلون؟ يا أخي شوتوا راسي شوت أكثر من الكورة. أعوذ بالله، أشوف يا أخي عيني وارمة. هذه؟ أي حاجة أهم. أي واحدة؟ أي هذه؟ أوف إي والله. بس جاه رباط صليبي. لا تواول على نفسك. الرباط الصليبي بالعمود الفقري. يا عيال أنا أحس شفت شيء بعيوني. معقول يعني شفت شيء بخشمك؟ أكيد بعيوني. يمكن بدنه. ما راح أعلمكم إحساسي. لا 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 خلاص تقول. أبوي أكبر منا مرتين. أكيد. ويلعب لعب سامي الجابر. ما لو يشوفون النوادي كلنا قدم له عرض من اللعب. ما أدري. ما شاء الله ما شاء الله. ثم معديكم أبوي بالضرب. معديكم. أنا أقول يا أخوان خلاص. قد ملينا قد. أنا أقول خلاص الحين الآن بقوم وبواجه أبوي وأقول له وين الورق؟ صح. أنا خلاص تعبنا كورة الحين وما يكون بلعون. جيب ثلج ذا على دربك. أنا ما أدري وش تتكلم عنه، ما أدري وش تقصد بكلامك هذا. يعني أبوك ما تذكر وين كان يغبي الورق؟ أبوي؟ أنت وش دخلك أبوي؟ أنت ليش تدخل بأشياء ما يخصك؟ بعدين أنت من أنت أصلاً عشان تسأل هالأسئلة هذه؟ يا صالح افهم، أنا خالد ولدك وأنت بك زهايمر. لا أنت حرامي، أنت جاي تذبحني، جاي تسرقني أنت. يا أخي افهم، أنت بك زهايمر. لا سلطان يبا بسم الله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.